الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا ما دامت السماوات والأرض لك الحمد على نعمك التي لا تحصى ولا تعد الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة الهداية وعلى نعمة التوبة وعلى نعمة الهجرة وعلى نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة رمضان الحمد لله على نعمة القرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يوم القيامة واجعله لنا حجة لنا ولا علينا واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله يا رحمن ارحمنا يا رحيم يا تواب تب علينا يا غفار اغفر لنا يا غفور يا رب العالمين يا رب العرش العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصرنا على القوم الظالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم ارحم شهداءهم واشف مرضاهم اللهم انصر إخواننا المؤمنين في فلسطين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم وأيدهم وأفرغ صبر عليهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا خير الناصرين. يا الله رب العالمين، يا الله يا قوي يا جبار، اشدد وطأتك على اليهود إسرائيل وجنودهم، وشطط شملهم وفرق جمعهم، واهزلهم وزلزل أقدامهم. اللهم أهلك الكفر الظالمين الظالمين الغاصبين، اللهم أهلك الكفر اليهود الظالمين الغاصبين، اللهم اعصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى، اللهم حرر مسجد الأقصى المبارك من أيدي الغاصبين. اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى المبارك في رحاب المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد